السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يمسيكم بالخير. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. سورة البقرة، هذه بعض الحديث الواردة في فضل هالسورة العظيمة، وكذلك في السنابات بنأخذ بعض المواقف اللي مرت عليكم أو القصص اللي مرت عليكم. يوم حافظ فلان وفلانة على سورة البقرة، إيش وجد من أثر؟ يعني أنا أبا أقول الحديث الواردة، أما المواقف والقصص اللي وجد بركتها في حياته أو كيف التغير يوم حافظ ويوم قرأ ويوم تدبر في هالسورة العظيمة، هذه بأخذها منكم أما كمقاطع فيديو أو كرسائل من سناب خاص أصورها وأحطها ستوري. نجي لفضلها، يقول عليه الصلاة والسلام عن فضلها: أن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. بركة في النفس، في الأهل، في المال، في كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد بركة في شيء، بركة في كل شيء، في حياتك كلها، حتى في عباداتك، حتى في قوتك في العبادة، في قوتك لترك المعصية، فهي بركة. كلمة بركة جاءت مطلقة فهي بركة، وتركها حسرة، حسرة في كل شيء، نفس الأمر. ولا تستطيعها السحرة، يعني ما يقدرون على قارئ سورة البقرة طال الزمان أو قصر، ما يقدرون عليه. كذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أن لكل شيء سنام. السنام تعرفونه أن أعلى شيء في الجمال. ألا أن لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب الشيطان. ويريد كذلك عنه صلى الله عليه وسلم أن لا يقرب الشيطان 3 أيام أو 3 ليال. هذه بعض الأحاديث الواردة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لبركة هذا، فأنا ببدأ بقول بعدين أباخذ منكم. أنا يوم كنت أرقي زمان قبل، كانت الحالات اللي عندي، طبعا وقفت على الرقي خلاص وعن تفسير الأحلام الحمد لله على كل حال. بدايتي أو قصة مع سورة البقرة، كنت ما أقرأها، يعني إذا جيت بروح أقرأ على الناس طرع علي قلت خلني أقرأها. ثم جاء الشيطان قال لي: لا تقرأها، وأنت بتقرأ سورة البقرة يعني بتاخذ منك جهد، وتروح أنت تقرأ على الناس هذا جهد، يعني بتتعب. قلت لا بقرأها. والله يا جماعة الخير إني وجدت قوة، يعني اللي ظنيت أنه بيجيني جهد بالعكس، جتني قوة في بدني، قوة في جلد القراءة، شيء لا يصدق. اي والله العظيم، انا ما ودي استأثر انا بالحديث عن يعني الحالات اللي مرت علي وقراءة سورة البقرة عليهم، اكتفي بهذا. واذا بغيت ثاني مرة اني اتكلم عن قراءة سورة البقرة على الحالات اللي كانت عندي يوم كنت اقرأ، الحين خلاص انتهى، ما في مشكلة اذكرها لكم، لكن الان بترك المجال لكم انتم والمواقف والفوائد والبركات اللي وجدها كل واحد منكم أو كل واحدة منكم مع قراءة سورة البقرة. أتحفونا، أنتظركم، أبنزل هالستوري. الله يفتح عليكم.